السلام عليكم. اليوم بدي أحضر أطيب مهلبية بالعالم. ليش مسميها أطيب مهلبية بالعالم؟ لأنه الرز اللي بدي أستخدمه بدي أطحنه بنفسي. عندي هون رز أبيض مقشور، حاطه بالطحانة وراح أطحنه وخليه يصير ناعم. مثل ما شايفين الرز انطحن وصار ملمسه ممتاز تعمل المهلبية. اكيد عم تتساءلوا ليش تغلب حالي واطحن رز بنفسي طالما انه فيني اشتريه من السوق جاهز. عندي هون رز ناعم تجاري. الرز التجاري في بعض الشركات بتضيف له اما طحين او نشا لتكتر الكمية وتبيعكم الرز بكلفة الطحين أو النشا، وهالشي بيأثر على طعم المهلبية. في فرق لما تعملوا مهلبية بالرز الصافي 100% والرز اللي مخلوط بالنشا والطحين، الطعم بيختلف كليا. عشان هيك هلأ بدي أحضر أطيب مهلبية بالعالم. إذا انت حضر المهلبية بيلزمني لتر من الحليب. إذا كنتوا عم تستخدموا حليب مجفف بتضيفوا لكل كوب من الحليب المجفف 4 أكواب من المي، تحصلوا على لتر من الحليب. بدور النار على حرارة مرتفعة وبضيف 3/4 كوب من الرز الناعم. من المهم انكم تتقيدوا بالمقادير، تستخدموا اكواب حتى تحصلوا على الملمس اللي حتشوفوه لاحقا. ونص كوب من السكر. بتحركه جيدا. المهلبية بدها تحريك من البداية حتى النهاية وإلا بتلتصق بكعب الطنجرة. وملاحظة بخصوص الرز الناعم، إذا عم تستخدموا رز تجاري ممكن الملمس يختلف معكم لأن المواد مختلفة، في طحين ونشا، فممكن ما تحصلوا على نفس اللزاجة اللي حتشوفوها. بس إذا استخدمتوا رز مطحون مثل اللي أنا طحنته حتحصلوا على نفس الملمس على المضمون. مثل ما شايفين أعزائي المشاهدين، المهلبية بلشت تغلي وصارت لزجة. هلأ صار وقت ضيف الموارد. بحط رشة موارد وبحرك جيدا وبتركها تغلي تقريبا 5 دقايق قبل ما طفي النار واسكبها. ليش عم ضيف الموارد بهالمرحلة بالتحديد؟ لأنه إذا ضفته من البداية ممكن يتبخر، بينما لما نضيفه بهالمرحلة بتضل طعمته قوية. وملاحظة بخصوص نوعية الرز كمان، الرز اللي بتطحنوه انتو بأنفسكم بياخد وقت أطول تيصير لزج من الرز التجاري، فما تيأسوا إذا طول تيستوي. خليكم عم تحركوا وحتحصلوا على الملمس هيدا على المضمون. اذا ححرك لبضع دقائق قبل ما طفي النار. اذا الرز استوى كليا، صار عندي هالملمس وصار وقت طفي النار.
والمفروض اسكب المهلبية مباشرة، ما لازم اتركها تبرد بالطنجرة. اذا هلأ بدي بلش بالسكب. اذا هذا الملمس اللي بتحصلوا عليه، بسكبهم بكاسات صغيرة بهالحجم تقريبا. اذا بعد ما سكبت المهلبية، هاي الكمية بتطلع معي 6 حصص تقريبا. مثل ما شايفين هون، اهمية التحريك المستديم منع المهلبية انها تلتصق بالطنجرة. ومعلومة بخصوص المهلبية، بعد السكب المفروض تتركوها تبرد قبل ما تحطوها بالبراد. بتتركوها تبرد، بعدين بتغلفوها بشي وبتحطوها بالبراد. وهلأ انا حاتركهم، وبعد التبريد حطلعهم ودوقهم واعطيكم انطباعي. بعد ما بردت المهلبية، غلفتها بكيس ساندويتش مثل هيدي. هلا بدي احطها حوالي 3 ساعات بالبراد قبل ما تبرد وتصير جاهزة للأكل. بعد ما بردت المهلبية، صار وقت الحسم والتذوق. عندي هون فستق حلبي مطحون ناعم، بدي رشه على المهلبية. الفستق الحلبي من أطيب المكسرات مع المهلبية. فعلا أطيب مهلبية بالعالم. ما رح تعرفوا عن شو عم احكي الا لما تحضروها، تطحنوا الرز بنفسكم وتحضروا المهلبية اللي شفتوها. بتمنى هالحلقة تكون عجبتكم. اذا حابين تشاهدوا المزيد، اضغطوا على الرابط في الاسفل او فتشوا في اليوتيوب تحت ايهاب بلانيت كلمة وحدة. وما تنسوا الاشتراك. الى اللقاء.